نريد أن ننهي هذه الحلقة فضيلة الشيخ برسالة لها مساس بالناحية الاجتماعية وخاصة تجاه حقوق الوالدين. باعثها ومرسلها عبد الله بن إبراهيم الصالح يقول: فضيلة الشيخ، حدث سوء تفاهم بيني وبين والدي منذ سنوات خمس، وحدث كلام بيني وبينه دعا علي في النهاية بقوله: أسأل الله ألا يوفقك في الدنيا ولا في الآخرة. بعد ذلك رجعت إلى والدي أطلب منه التحلل وأن يستغفر الله عن ذلك، فرفض. وأتذكر هذا الدعاء في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، وأنا ولله الحمد الآن أصلي وأصوم وأقوم ما يجب علي تجاه الله سبحانه وتعالى، ولكنني كلما أقدمت على أمر دنيوي فشلت فيه. فمثلا تقدمت إلى الزواج وفشل، تقدمت في الدراسة أيضا وفشل، فما هي نصيحة فضيلتكم لي؟ لا شك أن دعاء الوالد له خطورته. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم، وذلك لعظم حقه، ولأنه لا يدعو على والده إلا بسبب، لأنه شفوق ورحيم بولده، ولا يمكن أن يدعو عليه إلا وقد عمل الولد ما يسبب إغضاب الوالد على ولده. فعلى كل حال هذه قضية صعبة، وعليك إن كان والدك على قيد الحياة بطلب المسامحة منه، وعليك بإرضائه وإعطائه ما يريد من المال حتى يرضى عنك، وإن كان متوفى فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل والإحسان إلى والدك بالتصدق عنه والدعاء له والاستغفار له، لعل الله أن يخفف عنك هذه الجريمة التي حصلت منك في حق والدك حتى دعا عليك. عليك بالإحسان إليه بالصدقة والدعاء فعل العمرة والحج عنه والأضحية، لعل الله أن يخفف عنك، لأن هذا من بره. أو إذا كان عليه ديون أو حقوق للناس فإن عليك أن تسددها، لعل الله أن يخفف عنك هذه الدعوة التي لحقتك في حياتك كما تقول. نعم. ويقول في نهايتها: ما هي نصيحة فضيلة الشيخ لوالدي جزاه الله كل خير؟ النصيحة للوالد أن يعفو عن ولده، قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالأجر لمن عفا وأصلح عن الناس، فكيف بالعفو عن القريب؟ كيف بالعفو عن الولد؟ هذا أعظم أجرا. فعلى الوالد أن يسمح لوالده وأن يعفو عنه ليعوضه الله خيرا مما فاته. نعم.